أشاد قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح بصمود 4 من أبطال الجمهورية ما زالوا رهن اعتقال الميليشيا الحوثية. ووجه العميد طارق صالح في تغريدة على تويتر تحية إكبار لأسرى ديسمبر البطولة الذين ما زالت الميليشيا تعتقلهم رغم كذبة العفو العام السمجة، مشيرا إلى الرائد عبد الخالق الوقشي المحسوب وفق التقسيم الحوثي لليمنيين على طبقة الهاشميين، والتي رفضت الميليشيا إطلاقه بذريعة أنه هاشمي ويقاتل مع عفاش، إضافة لأحمد الحربي وعلي السياني وعلي الفقي. وقالت مصادر مطلعة إن الميليشيا تتخذ أساليب التأثير النفسي على المعتقلين والأسرى بإهابهم أن رفاقهم يهملونهم ولا يطالبون بالإفراج عنهم لأسباب بعضها عنصري لا يعتقد بها غير سلالي الميليشيا.